اللبان شرب ثلاثة فريستو وحنيدين شيء اللبان كجان أقسم ميو اللبان ده وركي جديسا اللبان كقف اللبان كجان توقع ده بنان كبحية اللبان كجان قادو الدجال كجان قادو بنان كدقيقة وايدين شيء هذا ولا ليه أفكك هلا إصلاح هلا اللبان اثنين لكن قف قف واحد بكره أو كجان قادو كارو مجرو هذي قف كجان كرو فتو بنان كلوكو قيمة لباسن لبان وكبدني انت بوينت اوف و لبان في لباتو وكبد و ارنبا لو هيستا واجبابيا ارنبا لو هيستا واجبابيا قدامي قدامي وحار و بوينت اوف اوردر كو حن او قاطه ما ذكر حلوه شربت له ما ذكر قدامي قلبك حراساتك وحولية أجندها نوعس 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 وحاوبوها الرأي قرآن قدو ميسو قرآن كإن لا أنسحي روحي ساك مكي اللي بلابي سو مهن قدو مي أذي وحد كساق على تقلبك إنتو وقسهلا قلبك قرآنك أي أجندها كاسا أباها ناسحي وإن الله لا بقول يصدم يسقال إن الله أنسحي مركا كدي وحان أنسحي أباها لأن الله صدر سنكرته ودود دي هوري وزيك بسرالي هاو أي أدرك السومالي اللي قدي لها إن كانت والك إن أغسع وطو يد باعتدو إنو لد جلان هاي إنو كن كبلا إنو غوستيران وظلمي قدل كينا كدعيا إيو اللي بدد كاكونا يكون فرعسين مركا ولا غير مركا نوانتين ولاي كبقنو هدينو قبائلنا هاي هدينو حلواننا هاي هدينو علمان هاي إنو دورنو ليقا مسلم كي لاي سبحانه وتعالى حارم تنبيه إلا أنه طالع نمادنا وليجي وضحنا أن عندك بعين النيل واد. بلا إسأس سوماليين وليقول بسويش شيء وحنا نسوق بسنجري البيو اللي يبر ترك إنه واحد يسوق يعني وعندو اللي يبر يبيو أيه كل احتمال وما ذكروا سومالي هنا أو سوسيهورين إس كواسو ديدن نبدا يهرو مركا دولة دوي قاعدة أو على خلاصين يا ولد ما ملقا ولا تدي تجمعي كي وطن كي وطن بوش باك سعدا سهل كاسي أي محيط الدليل هو سارا أو يهلان كان سيكون هذا أو سوسي هورينا وحلينا بلا سومالي ولا لا يال دجال ويل با كنت انت ويل كم هذا شيء اسكتاي دجال وين كسر دلني هدو معنى ليه يعني دولة دني كوبي الله باتك سنة شوكتي حوق الله هاي بينو كباب بيني ما قاعد يسوى مالي هذا قال إنه هبلاي 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 وحيد حشين وين أبنه ده بدي إنه واحد سيستم واحد قال سنة 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 ده سيستم كي حتى إنه غور يتبع سنة كم غنين هو ده حتى جبوت ولا مو قرطي سيستم كي بعد حلي كان ما أنت أي نفيد بعنا ده كان ده نقول ده إنه سوى مالي إني ماذا مركا أنا قوم حمر لها حد بعنا ده شرف سلو وحتيين وكيل هذه شعب كصومالي وحدل كانوا قدارته وجه الإله يدمج على كتابك الله قدارته دلك يدك يدين وحدل كان كشيطان وما سيكير يوم مدة صومالي الملك سيد دافع الدنيا كتوكت وحقروح بدن وحنينا سحلان وحي سحنا الهروسي ودان لكن ما قروح بدن إن نقنا نوش إذا جنتية حدنا إن نلهنا دلك يوم ما بلهام وردونا من الهين أنا أقول أنا هاي دلك كنا الوضع كصومالي أول جود فيه هل كأنه ما تجوعنا وقت يلا قاركود وقت جاء الله نحرس الدولة دي مذحوين عبد الله يوسف إحنا تصارق شيء ما قال هذا المقدسه ما لحتوا يلا أنا قاعد سايس كود هذا بس أنا أيه كنا كده عايز كأنا كسيب عايز ما في دواء كرقي وكش ميل ما أنتنا وحكنا من ناي قبل كبنادر ده في سكال الدول إن هو بابور تاني وذنا أو نبلا ولا لا يالو نبلا وان هاي سنة إلى هاي إنه واري أنا كسي شقين بلا سومالي أنا وحنا لا نهاي ولا لا يال ولا لا تين داقي حوله هذا داقي سين يدقان كذا يدقان إيدين إذا كان الله كعب سكوت راي هو هذا داقي سي سومالي نمو ولا نمو إسلامي هوبك شرعي الرضا دلك سوق لي إلى كوبية سجاشنكي وحا أجندك لغي لبا بابور أو تمد
deegaan ka mid ah deegaanada Soomaaliyeed laga yaabo inuu baahi weyn u qabay hubkaas sababtoo ah hubka dalka waa soo galayay siyaabo kala duwan buu ku soo galayay laakiin waxaan aaminsanahay deegaanadaasi marka la eego geographically meesha ay ku yaalaan inay heleen waxay xaq u lahaayeen sidaas darteed sharci darro marka laga hadlayo iyo qulqulka hubku wadanka waa soo galayay ilaa 2019kii siyaabo kala gedisan buu ku soo galayay marka ajandaha iyo waqtiga badan ee baarlamaanka lagaga dhuminayo hubka caawud waa qiimid waxaan qabaa inuusan macno badan samaynaynin dadkaasi waxa yar ee u yimid siday u meelaysanayaan iyo siday u isticmaalayaanna waxaan qabaa inay xirfadeeda leeyihiin haddiiba ay jiraan waa qaan inay branki taaba laga yaabaayo wax jiraba aynan ahayn branki wax la yidhaahdo ku soo bilowday waddanka hadda ku soo aad u socda laakiin haddii uu jiro annagu caddayn ma hayno laakiin haddii uu jiro waxaan u soo jeedinaynaa inay sida ugu habboon ee shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada kale degan hubka faraha badan ay haystaan ay u haystaan oo kale inay u haystaan danahooda iyo amnigoodana ku ilaaliyaan dadka Soomaaliyeed ee kalena ay ku nabadgeliyaan taasaan u soo jeedinaynaa waxaanan aaminsanahay inay leeyihiin mas-uuliyad iyo garaad ay intaas ku maareeyaan arrinta dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin ballaadhan oo meelaha dhibaatooyinku ka dhacayaan ay ka jiraan oo dhan in xal looga helo waxaan hadalkayga ku soo ururinayaa madaxweynaha guddoomiye baarlamaanku inuu shiro oo shir isugu yimaado waa muhiim laakiin waxaa lagama maarmaana shir markuu isugu imaanayo waxa laga hadlayaa inay tahay wax macno u samaynaya shacabka Soomaaliyeed miisaanka iyo mas-uuliyadda baarlamaanka laga sugayana kor u qaadaysa shacabka Soomaaliyeedna wax u taabanaysa laakiin laba baabuur oo timid oo cid la aan la aqoonin oo maxaan ku idhaahdaa habow ah ama si khaldan ku socota haddii ay timid deegaan in baarlamaankii Soomaaliyeed oo dhan uu ku mashquulo oo ajanda ay noqoto hub sharci darro ah hub sharci darro ah weligiisu dalka ka jiray maanta ma bilaabanin haddii hub sharci darro ah laga hadlayo waxay u baahnayd muddo dheer oo kale in laga soo hadlo haddii si gaara dadka runtii ka hadlaya saddex aan galban aniga ka eegaya dadka qaar waxay rabaan in xukuumadda iyo dowladda lagu ciqaabo qaarna waxay rabaan in ganacsata lahaydaan la yidhaah ganacsatada lagu ciqaabo qaarna waxay ka xun yihiin ama u quudi laayihiin dadka shacabka gacantooda galay waxaan qabaa marka siyaasadda in laga daayo arrintaasna halkaa lagu xidho sii wadisteedana halkaa lagu jeejiyo dadka Soomaaliyeedna waxa yare xaqa u lahaayeen ee ay heleen loo barakeeyo looguna duceeyo looguna hambalyeeyo waa mahadsan hubka sharci darrada ee dalka soo gelaya oo la sheegayo oo kala duwan oo qaybaha kala duwan ah inaan xeer u sameyn koor intaanan eed kale aanan samaynin oo meel kale aan u saarin taas intaasaan rabaa inaan aad u adkeeyo dhinaca kale waxaa aad uga hadalnay dagaalada beeleedyada ee dalka aad uga jira haddeerta waxaan rabaa inaan xildhibaanada sharafta leh ku baraarujiyo dagaalada beeleedyadu waa dhici jireen laakiin iskaylka iyo heerka maanta ay joogaan maxaa gaadhsiiyey inaan isweydiino mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee sababay waxaa weeye dhallinyarada social mediaha u isticmaalaya sida khaldan ee isku soofeynaya qabiilada ee kicinta samaynaya waxaa la yidhaahdo incitementiga kicin toosa qabiil hebel qabiil hebel la leeyahay oo qaarkood googorado iyo maaragtay gambooyin inta soo cirtaan leeyahay qabiil hebel atee ma qabiil hebel aa kaa weyn waxaan ognahay soomaalidu inay yihiin dad oo iigo oo ku jiro ayaga dhan haddii la yidhaahdo hebel maa adiga qabiil hebel atee qabiil hebel kaa wax kasta inuu ka tegayo oo miirka beelay oo diinta ka tegayo oo dhaqanka ka tegayo oo xisaab walba uu ka tegayo sidaas daraaddeed dadka noocaa samaynaya ee kicinta samaynaya ee maal walba abaabulka social media qabiilada isku sifaynaya isku soofaynaya waa inaan xeer iyo nidaam ka samayno waa in la helaa hab looga hortegi karo
أو دولة نمدا أي كوشا قيسو أو الغمح كما ذكر أو عقابكم مذكر إنا نسكد داوانو إياك أن نغسى عمين بدن عبد بقى واحد داوانا يتحال مرسوك لا 3 days وكجرا 1 million أو داوانا أسيقو عوكا إيجي يا فإيجي كسوك ليس فيو ريسكيس بس لكن إنك أمدا نولد دورة سوماليا لكن أمفر دينه محان في اللعباء هون قادنه يس حكومة دي إيهد إنه كشاقيسيش أريتاس إيادا وزارة أي قصيصة أي حكومة أي قصيصة دي كالقابيين وإنه إنان ديفولوك درينه شرعنا وورتك هادي آنان سمينين وادباتو تسالي رأيني سو قادنه يا هادا كابيناتك قولا وزيرة حكومة والبوت مادا وعي بستا قولا وزيرة ترى دي أيضا ربطي كالدكتا وزارة اللباب إيا كوالي سوكر دي أدا وزارة دي فاينو منتقوا وزارة حفيسة يجب دولة دوسيما حفيس الوزارة مدي مارين تمسيبوين كوزارة دي أجب توحلو علي هايات وحي أجب نقولا وزيرة دي مر طمان على قد ديگه مر سدي دي طوان مر صدن يلابو مر للاتن يلح waxaan soo dhan maxaan wortay karnaa hal sharci oo aan develop gareynaa wortay karnaa oo ka binaad acti aan sameen 1960 dawladdi noo jirtay ilaa 69 walaa sharcigaas leed macna hadda wuxuu maray ra'iisul wasaar ku dhigeen kilida laga soo galiyay hadda ayadoo socota iyo laga soo galin xataa waxaas marka maxaa keenaya waa sharci inay soo noo dhisnayn ha kiimaadaba oo maaratay inta uu rabo ka dhiganayo marka sidaas daraadeed baarlamaan waxa ku noqon karnaa in aan maaratay sharci wax ku xadidno wax ku sameeyno anoo qoreymo wadanay sharcigaas nool xilsa waxa loo saaray gudiga la yiri oo hadda baarlamaanka gudoomiyo soo saaray aniga waxaan soo jeedin lahaa in sida xeerowsaadku uu qabo in loo saaro gudi ka soo jeeda deegaanka oo xildhibaanada deegaanka laga soo doortay inay muxuu ahaa ay noqdaan xildhibaanada gudiga laga dhigaayo maadaama ay iyagu ka warqabaan bulshada iyo duruufta ay ku sugan yihiin in ay muuha noqdaan dadka ahmiyadda iska leh dhibaatooyinka maadaama ayaga ay qabsatay waa ka xumnaa dhibkii dhacay culaysadii dhacay iyo dhimashadii ka dhacday waxaan wada ogsoonahay in magaalada Muqdisho laga qaado hub ay dawladdu leedahay oo ciidamada qaranka leeyihiin baabuur iyo labo iyo saddex wixii la qabo lagu daro si nabadgelyaha ku taga meelihii loogu talagalay dawladdu waxay sheegtay in hubkaasi sharci darro ahaa ciidamadii qaranka ay soo qabteen dad qabaa'ilana ay weerareen waxaan xogaha qaar anagu aan helayna ay sheegayaan in maamulka meesha ka jira uu qayb ka ahaa wixii meesha ka dhacay oo ayagu qayb ka ahaa shaqadii dhacday waxaan marka xoojinaynaa gudoomiyahana aan ka codsanaynaa in guddiga dib loogu laabto oo xildhibaanada deegaanka ahaa oo deegaanka ka soo jeeday ay shaqadaas qabtaan ayagana looga dambeeyo talada ka imaanaysa guddiguna uu ka yimaado xildhibaanadii galmudug laga soo doortay.